اهلا وسهلا بحضراتكم جميعا، يا رب تكونوا بخير. عايزين نتكلم شويه النهارده مع بعض على مشوار الانسان في توفير الغذاء اللي لازم ليه. الحقيقه ان مهمه الانسان الاولى كانت على سطح الارض منذ وجوده هي البحث عن الغذاء، وعشان يقدر يكفي احتياجاته من الغذاء مارس الانسان حرف كتير جدا زي الجمع والالتقاط والصيد والزراعه والرعي، وبعد كده تصنيع المنتجات الغذائيه وحتى تجاره المنتجات الغذائيه. كل ده كان عشان يقدر الانسان يوفر احتياجاته من الغذاء. لكن عايز اقول لكم ان 95% من احتياجاتنا من الغذاء احنا بناخدها من الزراعه، سواء بشكل مباشر ان احنا بنستهلك المنتجات الزراعيه دي بشكل مباشر، او المنتجات الزراعيه دي بتكون غذاء لعدد من الحيوانات والطيور واحنا بعد كده بنستهلكها. احنا دلوقتي بننتج من الغذاء يكفي كل السكان اللي موجودين على الكوكب اللي هم تقريبا 7.9 مليار نسمة. لكن عايز اقول لكم على الرغم من كده في 1.1 مليار نسمة بيعانوا من الجوع ونقص الغذاء. في تقريبا 7 مليون طفل بيموتوا في السنة بسبب الجوع، ده معناه ان 17,000 طفل بيموت في اليوم، ده معناه ان طفل كل 5 ثواني بيموت بسبب الجوع. الحكاية ايه؟ هل الجوع ده خاص بس بالدول النامية والدول الفقيرة؟ لا، الحقيقة انا عايز اقول لكم ان اكبر 4 دول في العالم عندهم مساحات زراعية اللي هي الولايات المتحدة والهند، الصين وروسيا، عندهم برضو مشكلة الجوع مع اختلاف النسبة من دولة الى اخرى. الله، الحكاية ايه؟ السبب ايه؟ السبب في ده الحقيقة مش ان كمية انتاج الغذاء ما بتكفيش السكان اللي موجودين على سطح الارض، لا، السبب في كده ان في مشكلة في الاستهلاك وليست في الانتاج. احنا مشكلتنا مش في انتاج الغذاء، مشكلتنا في طريقة استهلاك وتوزيع الانتاج بتاع الغذاء على السكان اللي موجودين على الارض. الحكاية دي معناها ايه؟ معناها ان احنا بقينا نستهلك من الغذاء اكتر بكتير من احتياجاتنا، وده طبعا لاننا ما عدناش بنفرق بين اللي احنا محتاجينه واللي احنا عايزينه، بقى في خلط بين الاحتياج وبين الرغبة او بين اللي انا عايزه. الحقيقة ان اللي ساعد على ان يبقى عندنا مشكلة في تحديد احتياجاتنا او ان احنا ما نفرقش بين احتياجاتنا الاساسية ورغباتنا، ساعد على كده وسائل الاعلام والبنوك والشركات التجارية، حتى الحكومات نفسها ساعدت على ان احنا نستهلك اكتر بكتير من احتياجاتنا، لان ده معناه كل ما بيزيد استهلاكنا كل ما بيزيد استثمارات الشركات والبنوك والى اخره. الحقيقة ان احنا بدأ يبقى عندنا خلط في الثقافات اللي بتقول ان كل ما بنزود استهلاكنا تتحقق سعادتنا، يعني سعادتنا تزيد مع زيادة الاستهلاك. الحقيقة ان ده اصبحت ثقافة شائعة عند الناس، وان احنا بدأنا نربط بين كل ما استهلك اكتر يحصل لي سعادة اكتر او شعور بالرضا اكتر. ده معناه ان كل ما استهلاكك زاد في الغذاء مثلا او في الطاقة او في المية، معناه ان في ناس تانية هتعاني من الجوع او هتعاني من نقص المية او هتعاني من نقص في السلع الاخرى اللي انت بتستهلك منها اكتر. انا عايز اقول لكم ان في مشوار البحث عن الغذاء ان احنا بدأنا نزود استهلاكنا اكتر، وبالتالي ده اثر على البيئة، دمرنا البيئة في طريقنا في البحث عن الغذاء، في بعض الاشكال التلوث الكتير اللي بدأت تبقى موجودة في المية في الهواء، في ازالة للغابات عشان نقدر نزرع مساحات زراعية اوسع عشان تكفي احتياجاتنا، في استهلاك كبير للطاقة بالذات من وسائل او من مصادر الوقود الحفرية اللي هي الفحم والغاز الطبيعي والبترول، وبالتالي انبعاثات الغازات الكتيرة جدا دي للهواء ادت الى ارتفاع درجة حرارة الكوكب. احنا في مشوار بحثنا عن الغذاء ما ادركناش ان انتاجنا للغذاء كان مرتبط دايما وباستمرار بتلوث البيئة. لازم تاخد بالك وانت بتستهلك اكتر من احتياجاتك من الغذاء او الطاقة او المية، انت شريك في تلوث البيئة. لازم تاخد بالك ولازم تعرف ان انت لازم يكون ليك دور في ان انت تحافظ على الكوكب بان انت بس تستهلك على قدر احتياجاتك. ارجوك انقذ الكوكب بتاعنا واستهلك على قدر احتياجاتك. شكرا جزيلا.